ترفعي صوتك وتخليني عيب عليك. رفيقك بالغرفة التانية اعترف بكل شيء وحط الحق عليك. تأكد يا غالي دمك ما رح يروح هدر. تأكد يا غالي. بيسطع عملنا المتجدد بقيامتنا القادمة في الحياة الآخرة، ولهيك مع إنه الموت شي حتمي وبيخلينا نحزن، بس بيواسينا وبيعزينا خلودنا في الحياة الأبدية. شو كل الحارات والبيوت؟ هنن من شوي هربوا من الأسطوح، روحوا دوروا عليهم. احنا غيرنا الخطط الأولى باتي، رح أقلك شو بدي إياكي تعملي بالضبط. انتقلوا للجزء الثاني فورا. بفضل التحقيقات بأقسام الشرطة والبحث المتواصل، يمكن بكرة أو بعد أسبوع أو بعد سنة، ما بعرف، بس أنا واثق.